من منا لا يعرف ريا وسكينة، السيدتان اللتين استطعتا تخليد اسميهما في التاريخ العربي وتراثه، سواء بقصتهن أو بعلاقتهن مع بعضهن. دي ريا ودي سكينة. فنحن إلى الآن عندما نرى فتاتين قريبتين من بعضهما نطلق عليهما لقب ريا وسكينة. قصة ريا وسكينة، وعلى الرغم من مرور 96 عاما عليها، إلا أنها لا تزال من القصص التي يسيل لها حبر الأدباء والباحثين والمؤرخين والمخرجين. فحتى يومنا هذا لا زالت هناك شكوك حول مدى مصداقية قصتهم ريا وسكينة. عملتها شادية وزهير البابلي مسرحية. والقصة المعروفة عن ريا وسكينة تقول بأنهما كانتا شقيقتين تعيشان في أسوان، ثم انتقلتا للعيش في الإسكندرية. هناك بدأتا بالعمل برفقة زوجيهما في الدعارة في بيوت سرية، ومن بعدها بدأوا جميعا بخطف النساء وقتلهن بهدف سرقة ذهبهن، حيث وصل عدد ضحايا عصابة ريا وسكينة إلى 17 امرأة. وجدت جثثهم جميعا في شقتي ريا وسكينة. دخلت ريا وسكينة التاريخ بجرائمهما وبكونهما أول امرأتين ينفذ حكم الإعدام بحقهما، فقبلهما كان الإعدام ينفذ في الأماكن العامة، إلا أنه تم تغيير هذا القرار فيما بعد، وبدأ القضاء المصري بتنفيذ حكم الإعدام داخل السجون. يظهر اليوم المؤرخ والباحث السينمائي المصري أحمد عاشور، الذي يدافع عن براءة ريا وسكينة، طارحا منظورا جديدا ومختلفا يستحق أن يتوقف المرء عليه وأن يأخذه بعين الاعتبار. أحمد عاشور قرر أن يبحث في قصة ريا وسكينة، ورأى أن أفضل طريقة لطرح ما توصل إليه من نتائج هي تصوير فيلم يظهر براءة ووطنية ريا وسكينة. فبحسب عاشور فإن ريا وسكينة كانتا ميسورتا الحال، لأنهما كانتا تعملن بالدعارة المقننة، أي أن عملهما لم يكن سريا، وبالتالي لم يكن هما بحاجة إلى القتل بهدف المال أو الذهب. أما بالنسبة للجثث، فإن 17 جثة التي تم العثور عليها في منازلهن فقد كانت جثث لجنود بريطانيين وليست لنساء مصريات، كما بين عاشور بأنه في سنتها تم العثور على 114 جثة للنساء في أماكن مختلفة لم تطأها قدم ريا وسكينة. فهما كانتا تعيشان في حي اللبان، كان يشهد مظاهرات عديدة ضد الاحتلال البريطاني والتي كانت تشارك فيها السيدات. ده حسب الله ومحمد عبد العال، زوجي ريا وسكينة. تلك المعلومات شكلت ورقة رابحة لنظام الاحتلال البريطاني، فنساء مختفيات وسيدتان من سيدات الليل تقتلان جنود الاحتلال، ومنطقة تخرج فيها النساء للمظاهرات ضدهم، كلها أمور جعلت من السلطات البريطانية تقوم بإلصاق تهمة خطف النساء وقتلهن بكل من ريا وسكينة، بهدف تخويف النساء المصريات من الخروج من المنزل والمشاركة بالمظاهرات. بالتأكيد الأمر لم يتوقف هنا، هناك أيضا دور القاضي، أحد رموز مصر في تلك الفترة، والذي حكم عليهما بالإعدام، مما يثير بعض التساؤلات حول تواطئه مع نظام الاحتلال. في الحقيقة كان من الأفضل للجميع إخفاء الحقيقة ونشر قصة سفاحتين بدل بطلتين. بآخر المطاف، من يهتم بفتاتين تعملان في الدعارة؟ اختار المؤرخ الاحتفاظ بالرد على مسألة اعتراف بديعة ابنة ريا بجرائم أمها وخالتها، وذلك حتى لا يكشف أوراق الفيلم كاملة، حيث أودعت بديعة في دار أيتام بعد إعدام أمها، حيث تمت معاملتها أسوأ معاملة لأنها ابنة السفاحة ريا. ولكن بعدها ب3 سنوات اندلع حريق كبير في دار الأيتام أدى لخسائر عظيمة، ومنها موت بديعة محروقة. وفي هذا الأمر يرى المؤرخ أن الطريقة التي ماتت بها ابنة ريا تثير الريبة والشك، فقد كانت تبلغ 13 أو 14 من عمرها عندما ماتت بتلك الطريقة المأساوية، فهل كان يجب التخلص منها حتى لا تكشف الحقيقة؟
التفاصيل الكاملة حول قضية ريا وسكينة وبراءتهما سوف تعرض في فيلم أحمد عاشور الذي سبق وأن رفضته الرقابة عدة مرات لتعنيه بالقضاء المصري، إلا أنها وافقت عليه مؤخرا وسيتم تصويره وإنهائه قريبا، نحن بانتظار. وهنا صحيفة بقى جابت براءة ريا وسكينة تظهر بعد قرن من الزمان. أثبتت الإذاعة البريطانية بي بي سي براءة ريا وسكينة، مؤكدة أن كل الجثث التي وجدوها في منزل إيما كانت لجنود الاحتلال الإنجليزي في الفترة التي احتلت فيها مصر، وأعلنت أن ريا وسكينة شريكيهما عبد العال وحسب الله كانوا مناضلين ضد الاحتلال الإنجليزي، فكانوا يقومون باستدراج الجنود الإنجليز ويقتلونهم، ولم يقتلوا النساء كما أشاعت السينما المصرية والمسلسلات والمسرحيات. وأنه بعد القبض عليهما تم اتهامهما بهذه التهم وتعديل القانون الذي كان ينص على حظر إعدام النساء، وبذلك يكون الشعب المصري قد تعرض لأكبر خدعة طوال قرن. ريا وسكين بعد كده بقى سفاح بس من نوع آخر، بس تقروه.